أنس محي الدين محسن. أنس والله عندي هوية مع الطفل، ماكو إشكالات الحمد لله والشكر. والله من الخميس الحمد لله اليوم كملت فتية. نعم نعم الحمد لله والشكر. اي والله عندي طلب صورة قيد وما طولت بيه، يعني الخميس سلموني اياها ولا حد استلمتها. الخميس سلمتها؟ اي لا حد استلمتها. شلون شوف الاجراءات؟ اجراءات كلش جيدة وما يقصرون. والله عندي ناس عائلتي وولادي بدلهم. اي بدلهم تبديلي. سلم لا بعد ما سلمت هسه راح اسلمها. ايش قد طولت بالاجراءات؟ والله هسه توني جيت ماكو 10 دقائق. ماكو ازدحام؟ ماكو. والله اليوم انا اول مره اجي بس شيء زين الحمد لله ماشي الامور. زين. اللي شفناه زين هسه حاليا. يعني حسب جدول انت يعني حسب الجدول. اي هو جدول الحد باء اليوم. اليوم حد باء تكمل. شلون نشوف وضع الدائره الاجراءات؟ والله ان شاء الله زين. والله جاي اطلع جنسيه عراقيه اجددها حتى على موجب اطلع لاولادي. والله الاجراءات زينه والحمد لله، كل من بجناحه وكل من بقاطعه يعني تمام زخم بس يعني تسلسل او على سره يعني يمشي الحمد لله. انا ان شاء الله اليوم اكملها ان شاء الله. انا الهويه كملتهم على اولادي بيوم طلعته الحمد لله. معامله جواز قدمنا معامله بالانترنت واجى السره مالنا وان شاء الله الاجراءات سهله بعد هي استخبارات والتدقيق بعدين تجي على القاعة الكبيرة القاعة تقعد تستريح إلى ما يصيحون الرقم مالك الاسم وتجي إجراءات سهلة يعني إن شاء الله بنفس اليوم تتكمل. دأبت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينوى على تقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين في المحافظة من خلال إصدار الوثائق الثبوتية لهم من هوية أحوال مدنية وشهادة الجنسية العراقية وبالسكن وجواز السفر، فضلا عن استقبال العرب والأجانب الوافدين إلى العراق من المنافذ الحدودية التابعة إلى محافظة نينوى. بخصوص عمل محافظة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينوى حاليا الدائرة تسعى من أجل امتصاص الزخم الحاصل فيها، فضل من عند الله أنه استطعنا إنجاز عدد كبير من الوثائق في هذا العام، إذ أصدرت المديرية ما يقارب 140 ألف وثيقة خلال شهر كانون الثاني و164 ألف وثيقة خلال شهر إشباط و175 ألف وثيقة خلال شهر آذار، أي مجموع ما أصدرته خلال الربع الأول مديريتنا في العام المنصرم هو ما يقارب 500 ألف وثيقة، قياسا إلى العام 2018 المنصرم تجاوزنا العدد ما يقارب الضعف حاليا. فيما يخص معوقات العمل، أغلب الأحيان هو انقطاع التيار الكهربائي أو الخلل الفني في مكتب الجوازات. فيما يخص هوية الأحوال المدنية يعني المعوقات اللي تصادفها حاليا مراجعة السادة المواطنين في غير موعد الجدول المخصص للمراجعة. فيما يتعلق بشهادة الجنسية العراقية حاليا المعضلة الوحيدة اللي دنلاقيها وناشدنا بغداد بوضع الحلول لها هي مطالبة المواطن ابن محافظة نينوى بتقديم شهادة الإسناد التي هي صادرة من بغداد سواء لولي الأمر أو الأخ الأكبر أو العم، ولا سيما أنه أغلب أبناء محافظة نينوى فقدوا مستمسكاتهم خلال احتلال عصابات داعش أو وسيطرتها على محافظة نينوى. فيما يتعلق بجواز السفر، المعضلة حاليا هو قلة جواز الخام لأسباب فنية تتعلق في مديرية الجنسية العامة في بغداد. فيما يتعلق بالبطاقة الوطنية حاليا العمل ساري على إعادة تهيئة وتأهيل وتأثيث البنايات من أجل البدء بمشروع البطاقة الوطنية. حاليا كما رأيتم قبل
أيام قليلة تم افتتاح دائرة أحوال الحمدانية، قبلها تم افتتاح دائرة أحوال تلكيف، حاليا العمل ساري في دائرة أحوال القوش. دائرة أحوال الموصل الأيسر مهيئة للعمل لإعادة تأهيل البناء وفق متطلبات تنفيذ المشروع. نشكر خلية الأزمة التي دعمتنا بمبلغ مالي من أجل شراء الحاسبات لتنفيذ المشروع. هذا كل ما يتعلق بمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينوى ضمن نشاطاتها. لاحظت عدسة الموصلية اليوم تجولت في الدائرة واستأنست بآراء المواطنين وشاهدت انسيابية العمل. نحن عازمون على تذليل كل الصعوبات.